السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة كاميرا وفوتوغراف العيادي. الآن وإياكم، عفوا بعدين نذكركم بالتاريخ فاش كنت صور الفيديو هذا. الإشارة حنا في اليوم 15 ماي 2021، الإشارة كانت توجه بدوار إفرط هنا تابع الجماعة النفر الترابي ديال الجماعة ديال تغبلت هنا بإقليم زاكورة، تقريبا بيننا وبين الليف دابا تقريبا واحد 100 كيلومتر ولا هكا تقريبا. على أي المرة ديال الفيديو ديالنا كما كتشوفوا، إلا شتو ورايا هنا تبارك الله اللهم بارك، هنا شي فيرما، واحد الفيرما ديال الأناناس وسط الصحراء. إلا قلت لكم صحراء بيطلع صحراء بمعنى الكلمة. على أي وإياكم، غادي نحاول ما كان ندير معكم جولة في هذه الفيرما هذه، ونحاول ما كان نقربكم من هذه الفيرما هذه، ونقربكم من هذا الفلاح هذا. أودي صراحة تبارك الله والله إلا كيعطي، عنده هنا واحد عنده هنا الإنتاج تبارك الله، وسميتو ولا اش غادي نقول لكم دابا، ماركة لا مارك ولا الجودة ديال الابتخاذ ديال هذه المنطقة هذه محفوظة في تبارك الله. أكيد أي واحد اجتهد إلا وغادي يعني يلقى، إلا وغادي يجني التمرة ديال الاجتهاد ديالو، ديال خونا كما كتشوفوها هو، يعني هالمنتوج تبارك الله عطى هالمنتوجة، هي التمرة ديال الاجتهاد هي هذه تبارك الله، اللهم بارك. شحال الصغير الخير ناضي؟ هذا الاخوان، هذا الثمن، هذا واش 3 دراهم ونص، واش البطيخ الصفر ولا الاناناس ولا كلهم بحال بحال. هذا سيدي تباع هنا في الحفيره، تباع الاناناس تباع ب 3 دراهم ونص، هو هذا البطيخ الصفر هذا هو يعني الثمن باش تباع هنا في الحفيره ديريكت مباشره من الحفيره كما كتشوفوا هي هذه فاش كان توجهوا. بالضبط غادي نحاول ما يمكن نذكركم ثاني بالبلاصه اللي رحنا فيها، دوار افرط تابع للنفوذ الترابي ديال جماعه تغبلت هنا باقليم زاكورة جنوب شرق المملكه المغربيه. على اي نود الاخوان، هذا ثاني واحد النوع ديال البطيخ، واحد النوع اخر هو هذا تبارك الله. هذا كنقول احنا باش الحال البطيخ ام مسلم، وكما كتشوفوا تبارك الله هي ثاني واحد سميتها هنا ثاني ديال غير ديال النخل، 1 2 3 4 5 6 7 8 الصفوفه ديال النخل تبارك الله، غير المجهول. يلا يعطيك صحيحتك وصافي. على اي نود الاخوان، كما قلت لكم الشرع او القران الكريم تيقول في واحد الايه، ولا تبخسوا الناس اشياءهم تبارك الله، اللهم بارك. البطيخ مسلم البطيخ مسلم، هذا الشيء اللي كنقول احنا لهذا النوع هذا ديال هذا البطيخ هذا، هو هذا كذلك، اللهم بارك. على اين الاخوان، لا تبخسوا الناس اشياءهم كما تقال في القران الكريم، هذا كلام الله ماشي كلام العيادي وماشي التعليق ديال العيادي. كما كنشوفوا هذه صحراء واش من صحراء، والاجتهاد الفلاح ما علينا الا نقولوا عليه، نرفعوا عليه القبعه، لكم يا فلاحه ترفع القبعه تبارك الله، اللهم بارك. وإياكم دابا إن شاء الله غادي نديكم واحد الفيرما ثاني أخرى فيها غير الدلاح، ونقربكم من الحوض أو الشريج، ونقربكم ثاني منطقة، ونعطيكم التكلفة ديال سميتو داك الشيء، يعني شحال يعني تقام داك الشيء كامل. المنتوج تبارك الله هو غير البطيخ هذا، غير الأناناس هذا، اللهم بارك. أنتم كما كتشوفوا جو صحراوي 100%. تبارك الله اللهم بارك، زعما السيد هذا اللي اشتهر في هذه المنطقة هذه تبارك الله، الله يدير البركة في كل شيء. هذه هي الشجرة ديال الطلحة هي هذه اللي كتشوفوا هنا اللهم بارك، وهذا ثاني واحد الشريج ديالو. باقي خلاص غادي ندير معكم شي جولة في هذه الفيرما ثاني ديالو اللي في هذه البليصة أخرى هذه.